احنا لسه بنتكلم عن الحرارة العالية اللي احنا بنتعرض لها والظواهر الكتير اللي بقينا نشوفها من ارتفاع درجات الحرارة. شايفين تقلبات جوية، شفنا كمان يعني حاجات بقت بتأثر على المناطق الزراعية والصحراوية، وكمان بنلاقيها بقت بتأثر على البحار والمحيطات، مش بس على الإنسان على البر، لا البحر كمان. بكل تأكيد، وبمناسبة بقى اليوم العالمي للبحار والمحيطات، خلينا نتكلم عن ازاي بتتسبب التغيرات المناخية في تأثير كبير جدا على الأحياء البحرية. معانا دكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الغردقة. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور يا محمد، صباح الخير مني. يا أهلا بيك. لو في البداية حضرتك تكلمنا عن أهمية هذا اليوم، أهمية وجود يوم عالمي للمحيطات، وإيه السبب في اختيار هذا اليوم؟ بص يا محمد، احنا الأول احنا على كوكب مائي، يعني المية بتغطي 71% من سطح الأرض، وهي مصدر من مصادر المعايش لجميع الكائنات اللي موجودة على وجه الأرض. اليوم ده اقترح لأول مرة الاهتمام بالبحار والمحيطات من الحكومة الكندية في مؤتمر قمة الأرض في البرازيل في ريو دي جانيرو سنة 92، وقرروا إن هم من سنة 2002 في منظمة اسمها منظمة مشروع المحيط، ومنظمات كتيرة بقى زي الشبكة العالمية للمحيطات، الرابطة العالمية لحدائق الحيوان، رابطة حدائق الحيوان وأحماض السمك، معهد علوم البحار، المعهد الدولي للمحيطات، منظمات كتير بتحتفل بهذا العام اللي أقر في 5 ديسمبر 2008 منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اللي هي اليونسكو. طبعا الأمم المتحدة قررت بقرار رقم 111 ل 63 إن يوم 8 يونيو يوم عالمي للمحيطات والبحار اعتبارا من سنة 2009. اللي هم عايزينه بقى من الاحتفال ده، أو مش مجرد احتفال وخلاص، هو توعية الجمهور أو الجنس البشري بأثر الأنشطة البشرية للمحيطات، وتعمل ما يسمى بحراك عالمي إن احنا نحمي المحيطات ونوحد مشروع لتحقيق الإدارة المستدامة. وكلمة الإدارة المستدامة إن احنا نستخدم اللي احنا محتاجينه ونسيب للاجيال القادمه ما يكفيها. انا عايز اقول ان احنا بنعتمد اعتماد كامل على سائر اشكال الحياه اللي موجوده في البحار والمحيطات، رغم ان احنا ما اكتشفناش غير 10% بس من عالم البحار. دكتور، احنا مؤخرا بقينا المواطن العادي بيهتم قوي بالظواهر الطبيعيه وبالتاثرات الجويه، وبقى في مصطلحات بقينا بنسمعها على ودننا، طبعا كانت بتبقى خاصه بالعلماء بس، لكن بقت دلوقتي دارجه في وسطنا. النينو اللي بتحصل مثلا لها علاقه بارتفاع درجات الحراره وتغيرات التيار والكلام ده اثر، ولقيناه اثر بشكل كبير في الفتره الاخيره على المحيطات، واحنا اتاثرنا بيه في مصر. تمام. هما في ظاهرتين عكس بعض، في ظاهره اسمها النينو ودي مشهوره جدا، وفي ظاهره اسمها النينا. النينو بتعني ان الطقس او الجو بتاع الكوكب بيأثر على البحار، فبيؤدي الى حاجات كتيره قوي، منها مثلا ذوبان السلوك في القطبين، ده بيؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر. كمان بيؤدي ان الميه بتسحب، ميه البحر يعني، او الميه المسطحات الميه بتسخن، فده بيؤدي الى ان الكائنات المائيه انواعها بقى، سواء كانت اسماك سواء كانت فشخيات سواء كانت ثدييات بحريه، بتنتقل من اماكن الميه فيها اصبحت ساخنه الى اماكن اخرى ملائمه لمعيشتها. مش كده وبس، كمان الميه السخنه اللي موجوده في البحر لما بتسخن بتنتشر في مساحات اكبر في المسطح المائي، وبتبقى كمان قريبه من السطح، لان احنا عارفين ان الحاجه لما بتبقى سخنه بتطلع لفوق، فالماء السخنه بتطلع فوق، فده بيؤدي الى اطلاق مزيد من الحراره الى الجو، فبتزود حراره الجو، بتعمل رطوبه، فبتخلي الاحساس بالحراره تزيد. بس النينا العكس تماما، النينا بتتكلم في تبريد. بالظبط بالظبط. اسخن سنه معلومه بس للجمهور تم تسجيلها في التاريخ الموثق كانت سنه 2023 السنة اللي فاتت، وامتد تأثيرها لسنة 24. المياه السخنة دي لما بتطلع للسطح طبعا بتزود درجة حرارة المياه السطحية، فبتقلل كمية العناصر الغذائية اللي موجودة في المياه السطحية، وده معناه وجود غذاء أقل للكائنات البحرية، اللي بيؤدي إلى تقليل المخزون
البحري او المخزون السمكي بالنسبه للمجتمعات اللي بتعتمد على الصيد. وعايز اقول ان في حوالي 40 مليون مواطن على وجه الكوكب يعتمدوا اعتماد كلي على حرفه الصيد في العالم يعني. طب دكتور، كنا دايما بنسمع عن نفوق الاسماك والحيتان نتيجه مثلا تسرب مواد زيتيه مثلا او من السفن والمراكب اللي بتعدي، لكن هل ارتفاع درجات الحراره بهذا الشكل حضرتك قلت دلوقتي انه بيؤدي الى هجره الاسماك من مكان الى مكان اخر اقل شويه في درجات الحراره، هل ده ممكن يؤثر بشكل او باخر على نفوق الاسماك؟ هو ملوش تاثير مباشر، ولكن هقول لحضرتك حاجه. في ظل ارتفاع درجات الحراره بيحصل العديد من المشكلات في البيئه البحريه، يمكن اشهرها ان ده بيعمل زياده في نموات الطحالب، بيعمل لها حاجه بنسميها كده بالانجليزي بلومينج، ده هو انفجار في التكاثر او تكاثر سرطاني. فده بيأثر اول حاجه لقله نفوذ الضوء الى المجتمع البحري. الضوء ده مهم لان انا عندي فيه نباتات بحريه سواء كانت حشائش بحريه سواء كانت طحالب. المحيط البحري او السطح البحري بيمد الكوكب بحوالي 70% من الاكسجين اللي احنا بنحتاجه للتنفس، وبيستهلك حوالي 35% من ثاني اكسيد الكربون اللي احنا بنتنفسه، لان هو المجتمع البحري بيحارب زي ما قلنا في حشائش بحريه، في اشجار المنجروف اللي بتطلع في على الساحل بتعتمد على المياه المالحه. فبتسبب مشاكل، بعض الطحالب بتعمل تسمم للاسماك فبتؤدي بالتالي الى نفوق بعض الاسماك اللي بتتغذى على الطحالب. بص، هي سلسله كده من احنا بنسميها التاثير البشري على البيئه. طالما شديت اول الخيط بتجر بقيه الخيط، فهي تاثيرات كتير. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، منها تلوث البلاستيك. لو قارنا اعمق نقطه في المحيطات اللي هي خندق ماريانا على عمق حوالي 11 كيلو بقمه جبل ايفرست اللي هو اعلى قمه موجوده على سطح الارض، هلاقي ان مستوى التلوث البلاستيكي في خندق ماريانا اعلى من التلوث البلاستيكي على قمه جبل ايفرست. حاجات ثانيه، انماط الطقس، تغير اتجاه الرياح، المنخفضات الجويه، المرتفعات الجويه، سقوط الامطار، زياده التلوث الكربوني، حاجات كتير. المان ميد افكت او التاثير البشري على البيئه. في مقوله انجليزيه مشهوره بتقول نحن نسعى او بنصرف بلايين الدولارات علشان ندور على حياه اخرى في كواكب اخرى، في حين ان احنا بنصرف الملايين علشان ندمر البيئه بتاعتنا. بالفعل دكتور محمود معاطي، يعني البيئه كل العوامل فيها بتؤثر وبتتاثر ببعض، وده بالتبعيه بيأثر على حياه كل الناس الموجوده في البيئه سواء كائنات حيه ايا كان بقى نوعها، انسان عاقل او غيرهم. فاحنا اكيد هو ده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه بقى لنا سنين، وهو ده اللي بنسعى اليه بقى لنا سنين، المحافظه على التغيرات المناخيه والتعامل مع التغيرات اللي بتحصل. كل الشكر للدكتور محمود معاطي مدرس الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الغردقه، شكرا جزيلا.